مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، اهلا بحضراتكم. وتغطية خاصة جديدة عن حالة الطقس. كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الاثنين حتى الجمعة 11 يوليو، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وخلونا نبدأ بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ليوم الاثنين. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما عن حالة طقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد. كمان أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الاثنين يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر. أما عن سرعة الرياح فتصل إلى من 50 متر في الساعة وارتفاع موج أمطار. وخليني أقول لحضراتكم كمان درجات العظمى 32 والصغرى هي العظمى 27 والصغرى 18، مطروح العظمى 25 والصغرى 18، سوهاج العظمى 36 والصغرى 22، قنا العظمى 30 والصغرى 23، أسوان العظمى 40 والصغرى 25 درجة. كمان أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لتسجل القاهرة بنهاية الأسبوع 39 درجة وتصل على المناطق الجنوبية إلى 40 وحتى 45 درجة. أما عن طقس الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قالت الأرصاد أنه في القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح ما بين 35 و39 درجة دي العظمى، وعلى السواحل الشمالية من 28 إلى 32. أما عن جنوب سيناء من 35 إلى 41، وشمال الصعيد ما بين 33 ل 41. أما عن جنوب الصعيد فستتراوح بين 39 وحتى 45 درجة مئوية. أيضا يوم نشاط رياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالنسبة للأربعاء مقبل فيشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. ونروح ليوم الخميس، توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء. وأخيرا إلى طقس الجمعة المقبلة، فسيشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد. في النهاية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، بالتأكيد دوما بنتابع مع حضراتكم كل جديد حالة الطقس والتقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وتحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء.